أهلين يا بنات، اليوم بفتح معاكم الطلبية من جرير. طبعا هم قاسمين، طلبت أنا كتب كثير، يمكن تقريبا 12 كتاب اقسموها قسمين، خلوا كتاب الحالة ومجموعة الكتب الباقية هنا. وصلت لي تقريبا قبل أسبوعين، بس إني ما فتحتها وبفتحها معاكم الحين. طبعا انا قلت ما راح افتح الطلبيه الا لما اخلص الكتب اللي عندي، بس الصراحه ما قدرت اتحمل، لازم افتحها. فيلا بفتحها معاكم. اول شيء نجيب المقص ويلا نفتحها. طبعا نسيت اقول لكم ان اذا وصلني الكتاب الثاني ان شاء الله بشارككم وبوريكم، يعني في الفيديو الجاي اللي هو تحدي 7 كتب في 7 ايام. ببدا فيه ان شاء الله بكره. ما حبيت اني ابدا على طول بعد العيد، وحبيت ارتاح شوي بعدين ابدا التحدي. فيلا خلينا نفتح الكرتون. طبعا اول شيء حاطين هذا والفاتورة والكتاب طلبته، اللي هو وشاح المعتق للكاتبة الدكتورة شادية الياس. طبعا ما اعرفها ولا اعرف هذا الكتاب ولا قد سمعت فيه، لكن شفت عليه تخفيض وعجبني، ان عجبتني النبذة اللي وراء وعجبني العنوان وحسيتها مرة حلوة. ومثل ما تشوفون مرة صغيرة، وتقدرين تشيلينها معك في أي وقت وفي أي مكان. وصفحاتها 179 صفحة، فيعني مرة عجبتني. أحس الكتب الصغيرة تقرينها ما تطول معك، وتحسين إنك أنجزتي. تقريبا شريتها ب6 ريال أو 8 ريال، ما أدري بكم، بس بحط لكم السعر. ثاني كتاب واللي هو أنا ركالي، رواية لسامية علي. أنا ركالي اللي فهمتها من النبذة اللي وراء إنها فتاة هندية، تتكلم وتقول قصتها. أحس من الفكرة هذه إنه شيء جديد، يعني كان سعرها تقريبا بحدود 6-8 ريال كذا. بقول بحط لكم أسعار الكتب، تقع في 173 صفحة. وثالث كتاب داو إلا قليلة. أغلب الكتب اللي طلبت كتب مو معروفة وما أعرف عنها شيء، عشان حبيت إن يعني أتفاجأ فيها وأشوف إذا هي حلوة ولا مو حلوة. وكانت 10 ريال تقريبا. رابع كتاب خريف امرأة، مجموعة قصصية لمروة فتحي، وهذا شكل الكتاب، وكان تقريبا 6 ريال أيضا. الكتاب الخامس وأحلى كتاب واللي مرة متحمست له، أكثر كتاب أحس إني أبي أقراه بسرعة، واللي هو رواية النمل. رواية النمل للكاتب برنار فيربر، ما أدري اسمه كذا، المهم برنار فيربر. الكاتب أتوقع إنه فرنسي، أتوقع إنه فرنسي، إذا ما خاب ظني فإنه فرنسي. الرواية قبل لا أطلبها شفت واحدة بس تمدحها، وطلبتها على كلامها. بعد ما طلبتها حسيت ان يعني فكرتها مرة حلوة، انها تتكلم عن النمل وعالم النمل وكذا، فأحس اعجبني وانه شيء جديد يعني، فعشان كذا طلبتها. وبعد ما طلبتها دخلت على اليوتيوب بحثت عن الكتاب، ولقيت كثير ناس يتكلمون عنها وكثير ناس مدحوها، وان لها 3 اجزاء وتسمى ثلاثية النمل اتوقع، اللي هي النمل والجزء الثاني يوم النمل، الجزء الثالث ما تترجم. لكن مرة متحمسة اني اقراها. هذه الرواية تقع في 432 صفحة. الكتاب الثاني اللي اعرفه ان يوم النمل تقع في 600 صفحة تقريبا، فمرة طويلة يعني اطول من هذه 200 صفحة. فإذا تحمست لهذه الرواية وعجبتني لازم أشتري الجزء الثاني.
وطلبت هذه اللي احطها على الكتاب يعني اذا شفت معلومة او شيء عشان افضل واقدر ارجع المعلومات بسهولة. الكتاب السادس تقريبا توقع. المهم انه كتاب مكتوب لباولو كويلو. اللي ما يعرف باولو كويلو هو كاتب رواية الشهيرة والمعروفة جدا الخيميائي. سمعت كثير عن هذه الرواية بس ما قريتها، فحبيت اقرأ له. يوم شفت هذا الكتاب قلت اشتري كتاب تقريبا ب10 ريال، والغلاف مرة حلو، فيه هنا معلومات عن الكاتب، 195 صفحة. الكتاب التالي اللي هو رواية ارتباك للكاتبة الشيماء. الكتاب مرة صغير وأحس إني صاير أحب الكتب الصغيرة وما تأخذ مني وقت، أصير أخلصها في جلسة واحدة. طبعا اشتريت هذا الكتاب بسبب الغلاف والنبذة اللي وراء. الرواية تقع في 167 صفحة، الغلاف مرة حلو، وإن شاء الله أنها تكون رواية حلوة. الرواية اللي بعدها اللي هي هندباء برية لياسوناري كاواباتا، ما أدري اسمها صعب. المهم أنها كانت 21 ريال. الغلاف أعجبني، وصراحة ما أعرف أي معلومة عن الرواية، لكن أحس جذبني غلافها والنبذة أيضا، مرة حسيتها حلوة. تقع في 207. الرواية اللي بعدها اللي هي لأغاثا كريستي، الرجل ذو السترة البنية. صراحة أيضا هذه الرواية ما أعرف عنها أي معلومة. والكتاب اللي بعده اللي هو حياة الإدارة للكاتب غازي القصيب. شفت كثير يمدحونه وكثير يتكلمون عنه، عشان كذا طلبته. اللي أعرف أن سيرة ذاتية للغازي القصيب، مرة متحمست له من كلام الناس وكذا، وإنه مرة حلو، فإن شاء الله أقرأ وأقول لكم رأيي فيه. كذا أكون انتهيت من الفيديو، وأتمنى أعجبكم. لكم حساباتي في سناب وإنستغرام، ومع السلامة. طبعا ما أمداني أخلص من التصوير إلا والكتاب واصل، فبروح أخذه. أهم شيء الحين قفازات، أخذ قفازات وأروح أفتح الكرتون معكم. الحين طلع الكتاب، ما شكله مرة حلو، متحمس. واو، ما توقعت كذا حجمه، مرة كبير.